وزير التربية والتعليم المصري النهارده دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وزير التربية والتعليم المصري اللي الناس سفت عليه كتير، أول وزير تعليم في العالم يدخل تقنية الفار في امتحانات الثانوية العامة. ده اللي حصل النهارده. اكتشفنا بعد مراجعة الفار إن في مشكلة في امتحان الفيزياء وبعض الامتحانات، وزودوا درجات والناس خدت حقها طبعا. فكان في ناس يا عيني مجموعها قليل مجموعها زاد، وناس كان مجموعها زايد ترتيبها قل، يعني الاول بقى التالت والتالت بقى الاول والخامس بقى التالت وحاجات كده في ترتيب اوائل الثانويه العامه. ناهيك بقى ان في لخبطه في كل، بص، كل الطلبه تحديدا درجاتها اتغيرت واتبدلت طبعا بفضل تقنيه الفار اللي دخلها معالي وزير التربيه والتعليم اللي انا من هنا بشكره. وفعلا في خلال ايام قليله جدا قدر يثبت نفسه وقدر يثبت خطه التطوير الجديده. ربنا يستر بقى ايه ويطبق لنا قاعده الجول بجنين الفتره الجايه.